ناظر هي امرأة عربية لبنانية. أنا فنانة، هيدا الشيء اللي اكتشفته. أنا قبل كنت عم دور على حالي مثل ما بيقولوا، عم حاول اكتشف أنا مين، أنا شو هدفي بالحياة، شو البيربس تبعي. بحاول ساعد قد ما فيني، بحاول ادعم، بحاول أعطي القوة قد ما فيني للناس وللنساء بالأخص كمان. فهيدي أنا بتصور. بدأت حياة ناظر عملها التطوعي منذ الصغر، فلم تكن مثل أقرانها من الأطفال الذين يقضون وقت فراغهم في اللعب، ولكنها وجدت ضالتها في مساعدة الفقراء والمتضررين في المناطق المنكوبة في لبنان. أنا وصغيرة كان عندي حلمين، كان عندي حلم أني أعمل تغيير. دايما كنت حب، لأن أنا كنت روح حتى تطوع من أنا عمري 13 سنة بالمناطق الكتير فقيرة بطرابلس بمدينتي. فكان عندي هالحلمين يلي هو أني أعمل تغيير لو شو ما كان. المهم أنه بحياتي بده يجي يوم كتقول لما أكبر بدي ارجع اجي على هالمناطق وحاول اعمل تغيير. اهلي كانوا يستغربوا، يعني بالويك اند كنت بدل ما اروح اتسلى وهيك كنت روح تطوع، نقعد نحط نعبي هالسكر والرز ونجيب الالعاب للاولاد وهيك. كان كثير عمل لي مثل شوك نفسيه انا وصغيره، فمثل ما عم بتقولي ما كان هين ابدا. بتذكر اخر بيت فتت عليه وقتها، يعني فتت على بيت اخر مره، قلت أنا ما عاد فيني أني بقى أجي وأقعد ساعد وهيك. لما أكبر أنه قررت أنه بصير بصمد مصاري وبحاول أنه أتبرع فيهم، بس ما عاد قادرة أشوف الوجع يلي كنت أشوفه بهيدي المناطق. حتى عاملة لوحة هلأ بفرجيك إياها عن أول تجربة إلي كانت بالتطوع أنا وصغيرة. فهيدا إذا بدك أول حلم. تاني حلم هو أيا كان شيء خاصه بالفن. أنا كتير بحب الفن بكل شيء، ان كان التمثيل، ان كان الميوزك، ان كان الرسم، السكالتشرز. ما كنت اعرف بالضبط اذا بس بدي اكون عم برسم او اعمل هالنوع من الفن، بس كثير بحب الرسم والتمثيل والميوزك وكل شيء خاصه بالفنون كنت كثير حبهم. استطاعت حياة أن تجمع بين دراستها وشغفها في آن واحد، فسخرت دراستها وموهبتها في العمل التطوعي والمشاركة في الكثير من الحملات الإنسانية. شوفي، أنا لما كنت بالمدرسة بال 2005 صار اغتيال رفيق الحريري، رئيس رفيق الحريري الله يرحمه. فأنا كان بدي أني فوت بشي خاصه بالسوشيال ورك، بالتغيير، بركي انترناشنال بوليتكس أو هيك شي. بس من وراء الاغتيال يلي صار حسيت أنه مثل فقدت الأمل بالسياسة، وصار عندي مثل ردة فعل ضد كل شي خاصه بالسياسة. فقلت لا، أنا حأعمل الشي يلي أنا شاطرة فيه من أنا وصغيرة يلي هو الرسم. ففتت جرافيك ديزاين بجامعة الـ LAU بلبنان، لأنه هذا الشيء اللي أنا شاطرة فيه وبحبه. إذا بدك بيطلع مني طبيعي، يعني من دون ما أعمل كتير أفرت بعرف أعمله. درست جرافيك ديزاين وقلت خلص ما بدي فوت بولا شيء خاصه بالسياسة أو التغيير وكل هيك. لما تخرجت من الجامعة سبحان الله ما لقيت ولا شغل بالجرافيك ديزاين، لقيت شغل بالـ UN، بالـ United Nations. سو رجعت رحت على الـ humanitarian field، التغيير والتنمية الإنسانية وهيك. سو يعني مثل رجع الله وجهني على هيدا المسار اللي هو مع الأمم المتحدة ونحاول نساعد والتغيير وهيك. حتى بعد ما تركت اليو ان رحت عملت ماسترز بلندن، عملت ماسترز بماركتينج كوميونيكيشن بلندن. لما رجعت بلشت الازمه بسوريا، الحرب بسوريا، وصار في تدفق كبير من النزوح السوريين اللاجئين السوريين. فصرت كمان ارجع اتطوع واطلع على الحدود بالشمال بوادي خالد كرمال نتطوع. هون اهلي صاروا كثير يخافوا مثل ما عم بتقولي، لانه يعني كان يصير في كتير قواص فوق راسنا اوقات ونهرب ونتخبى وهيك.
فأهلي شو يقولوا لي إنه شو الله جابرك يعني إنه تحطي حالك بهالموقف وأنت بنت وهيك ويعني مرة فتنا تخبينا بإن دجاج رجعت كلني معي حساسية وهيك فكان منه هين أبدا أكيد وأكيد الأهل بخافوا ببعض الأوقات لأنه كنت أطلع حتى بعدين لما اشتغلت مع اليو أن بلبنان ومع وزارة الشؤون الاجتماعية كمان اشتغلت بلبنان كنا نطلع على المخيمات اللي بعدين صار فيهم مرة صار في تفجير لقيوا خلايا إرهابية يعني ما كان كتير هين على أهلي أنا علي كنت ما فارقة معي بالعكس كنت مبسوطة كتير كنت حاسة أنه أنا بالمطرح الصح. ترى حياة أن إيمانها بفكرتها رغم صعوبتها تزيدها من القوة والطاقة الإيجابية التي تدفعها لبذل المزيد من الجهد. لما الإنسان يؤمن بشيء يتبعه يكون عنده بيصير عنده هالقوة ما بعرف من وين بتجي وكل ما يعني كل ما يمشي بالطريق اللي هو بحبه وبيأمن فيها مش ضروري إن كان تطوع ولا فن بأي كان مجال لما الإنسان يكون عم يعمل الشيء اللي هو خلق ليعمله اللي هو بحب إنه يعمله اللي هو عنده باشن شغف لأنه يعمله هيدا الشيء بيصير بيعطيه ثقة بحاله أكتر بيعطيه قوة أكتر فبتصور يعني أكيد تجربتي كتير قوتني كتير خلتني خاطر وأنا بحب عندي روح المغامرة والمخاطرة كمان وكل هيدا فمثل كلهم انجمعوا مع بعضهم وصاروا يطوروني ويزيدوا على قوتي وعلى ثقتي بحالي وعلى معرفتي بالدنيا وعلى تجاربي وحتى السفر كان كتير له تأثير إيجابي على حياتي. هذه اللوحة عملتها أنا كنت بعدني بالشغل كنت بعدني عم بشتغل مع اليو أن بوزارة الشؤون الاجتماعية بلبنان كنت وقتها فجأة صرت حس في عندي حاجة لأني هلأ روح أرسم فكنت خلص شغلي أطلع على الشمال من بيروت على طرابلس لأرسم لأنه كان ما فيني ما أرسم وأرجع بالليل على بيروت كرمال تاني نهار عندي شغل هذه اللوحة كنت عم جرب أرسم شيء وما زبطت فشلت فكتير عصبت منها كتير انقهرت كنت اول من ببداياتي انا وعم برسم ببدايتي الفنيه اذا شيء فكتير اتضايقت وكتير عصبت وانا وقتها كنت هيك مارقه بفتره صعبه فصرت انتقم او مثل خانقه للوحه اذا هون بتنتبهوا هول هن ايدي انا وعم بدفشها للوحه هون صرت كان في بعد باقي شويه تلوين هيك زتيتهم عليها وحطيت هون هيك اسود واكشلي كان حطيتها وقد ما طلعت هيك مثل بشعه كنت حاسه انه هيدي عم بتقلي انه انت فاشله بالفن ما خرجك انك ترسمي وكبيتها على البلكون بلشت تشتت الدنيا لانه خلص ما عاد بدي اياها صارت تشتت الدنيا وصار هيدا هو الشتاء اجى على التلوين وصار ينزل عليها وكان خلص بدي كبها ولا بفوت لحدا لعنا بيقلنا شو كيف حاطه هاللوحه برقت خلص ما بدي اياها انا فشلت فيها وانا ماني شاطره وانا هيك قال لي كتير حلوة هاللوحة أصحى تكبيها ومن وقتها هيدي بسميها my perfect mistake أو my perfect failure كمان لأنه أوقات الإنسان لما يفكر حاله أنه فشل بيرجع بيكتشف أنه بيطلع أوقات شيء حلو حتى من الفشل وطلعت كتير معبرة وكتير بتعني لي وتعلمت أنه ما في شيء اسمه فشل في شيء اسمه تجربة ويمكن حتى أنها تكون حلوة هون
هيدي اللوحة كنت بإسبانيا وكنت عم بعمل ديتوكس، وكمان كنت هيك مارقة بفترة عم حاول اني to heal myself. هيدي من شي سنتين يمكن، فكنت عم برسم ألوان الشاكراز، عم قلت بدي to balance my chakras تا هيك تحس ببيس داخلي، وحطيت عليهم فوقهم الشاشة اللي بحطوه على الجروح، حطيته عليهم كرمال اني اشفي او داوي حالي او وجعي، وطلعت بهذا الشكل. فمثل اوقات بستعمل الرسم، ما بكون عم فكر انه بدي بيع او اعمل بزنس منه، بكون عم بعمله لانا اقدر اتواصل مع حالي، كومونيكيت مع جواتي وتو هيل ماي سيلف. وكثير لقيت انه عن جد تجربتي بالفن كثير ساعدتني لاني انا اكتشف انا مين، وحتى داوي جروحاتي ولا اكتشف كثير اشياء عن حالي. هيدي اللوحه هي سر، رساله سريه مني لله، فيها اسرار واحلام، بس كتبتها بالاحرف الفينيقيه كرمال لما اكون حاططها ما حدا يعرف شو مكتوب، لانه هيك السر موجود بالعلن مين ما كان بيشوفه، بس كمان لانه انا كثير معجبه بالحضاره الفينيقيه، وخصوصا انه لبنان بالاصل كان في حضاره فينيقيه موجوده بلبنان، فكتبتها بالاحرف الفينيقيه حتى مضيت اسمي كمان بهالاحرف. هخبركن عن هيدي اللوحة. هيدي اللوحة هي عن التطوع اللي كنت عم خبركن عنه. لما كنت صغيرة عمري 13 سنة وروح على المناطق اللي كتير فقيرة بطرابلس مثل باب التباني، تعرفت على مرة، وهيدي كانت آخر بيت وقت قررت روح عليه. مرة شغلتها أنها تقشر توم، توم كرمال المطاعم تبع الدجاج، وهيك كانت تاخد 500 ليرة على الكيلو، ايديا كلهم هيك سود وريحه البيت كله توم، وكان ابنها الصغير يلي بين ايديا هالقد قده عدده جردون براسه، زوجة بالحبس، بناتها صغار، كان كثير بيوجع القلب وضعها لهيدي المرأة. وهيدا وقتها قلت انه انا لما اكبر بدي برجع واعمل شيء، بس هلا ما كنت قادره بقى اشوف هالقد وجع بهالمناطق. فهيدي ايدها، هيدي التوم يلي هي مهنتها عملتها بالذهبي، لانه هيدا هو يعني كيف هي بتطلع مصاري وكيف تقدر تعيش. وهول الجروح هن جروحها هي وكل النسوان يلي مثلها بيضطروا انهم يشتغلوا ويربوا ويساعدوا عائلتهم. ورجعت رحت لعندها بعد 15 سنة، أول ما تركت شغلي دورت عليها للقيتها. زوجها انقتل، ابنها الصغير اللي عنده جردون مات لأنه كمان صار معه مشكل، وابنها الثاني بالحبس لأنه صار يسرق، وبنتها زوج وطلعوها من المدرسة وزوجوها ورجعت طلقت وما قادرة ترجع تفوت على مدرسة. ف يعني بعد 15 سنة بدل ما هيك يحس إنه الوضع صار أحسن، رجعوا كتير لورا. هون بننتقل للوحة. هيدي عملتها هديك السنة وقت أول لوكداون من كورونا. هولي هيدي عملتها بإجري الصراحة، ما عملتها بإيدي، مش دائرتها بإيدي. كنت حط التلوين الأزرق وصير إبرم، كنت عم حط موسيقى وشعر لجلال الدين الرومي الشاعر العظيم الصوفي. فكنت هيك يعني كل الوقت عم فكر بسبيريتشواليتي وعن الصوفية وعن الإيمان وهيك، وصير إبرم وإبرم. فهيدي طلعت، وهون كنت لما أوقع هون فيطلعوا بصمات إجرية. فهيدي هيك كانت ستايل تاني، مثل ما كنت عم قلكن إنه كل لوحة فيها ستايل مختلف، مش كلياتهم نفس الشيء.
ربما في البداية تراه عمل فني مرتبط بالأحداث التي مرت بها لبنان، ولكن عندما تعرف أن التمثال جمعت حياة بعضه قبل الانفجار ستعرف أن هذا ما يميزه. ولكن المفاجأة تكمن في رؤى وأحلام حياة ناظر التي راودتها قبل أيام قليلة من الانفجار ودفعتها لعمل مجسم مبدئي والذي اكتمل بعد الحادثة. أنا قبل الانفجار كنت مبلشة أعمل الباز تبع هذا التمثال وما كنت عارفة ليه عم بعمله، حتى مرقت بفترة قبل الانفجار صير أوقات في أو أحلم أنه بنايات مكسرة مدمرة، أنا علقانة تحتها، شوف كأنه أنا بطل فيه شوف أو أمشي، ما بعرف شو كان عم بحس، كتير كان في كتير أحاسيس قوية كتير قبل الانفجار. وبلشت في هذا التمثال وكنت بدي أني حط فيه أشياء مكسرة بس ما كان خالص بعد وتركته، وما كنت عارفة حتى إمتى بدي نزله أو إذا حفرجيه لحدا أو أي شيء. لما صار الانفجار وأول شيء طبعاً نزلنا صرنا يعني جيب خيام فرش أكل للناس اللي تهجرت من بيوتها كرمال يقدروا يعني كمساعدات أولية. بعدين صرنا طلبت على الانستغرام أنه إذا في حدا بيحب يتطوع كرمال نروح ونساعد وعلى القليل ننظف البيوت ونشيل الدمار للناس تقدر ترجع على بيوتها. سو هيدا اللي صار، رحنا وصار في عند صار في جروب. يعني بدي أخبركم أني عم حضر لميموريال عن انفجار بيروت، وجزء منه حيكون سكولتشر اسمه ست الدنيا. ما كان بدي أحكي عنه لأنه كانت الأولوية أنه نساعد بعض بالبيوت، بس هلأ صار الوقت أنه أنتوا تشاركوني. مثل كل البروجيكت اللي بعملها ما بتكمل غير ما أنتوا تكونوا جزء منها، مثل الفينيكس، شجر التناجر، قلب الثورة، وبروجيكت البلاستيك. فهالمرة كمان بدي أطلب منكم أنه تجمعوا لي الأغراض اللي تكسرت من وراء الانفجار اللي بتعني لكم، يعني فريم صور، كرسي خشب مكسر، ساعة مكسرة، أي شيء بيعني لكم ليكون جزء من هالسكولتشر كرمال تبقى للأجيال الجاية يشوفوها ويتذكروا اللي صار كرمال ما ننسى. صرنا نروح على بيوت الناس ونحاول نشيل الفرش يلي قالب على الأرض، الأشياء المدمرة والإزاز يلي كان بكثافة يعني مدمر بكل البيوت وحتى بالشوارع. وما كنت حابة إني كبهم بالشارع لأنه صار في كتير عجقة، لأنه صار كل الدمار بالشارع وسيارات وناس وإسعاف بدهم يمرقوا وهيك. فصرت عبيهم بكياس وأخذهم جيبهم لعندي على البيت. هلأ أنا عرفت دغري إنه أنا أكيد لما يكون في مصيبة دغري بعرف إنه بدي أعمل عنا شيء، لأنه الوجع كان كتير قوي، الإحساس كان كتير عالي. عرفت انه بدي اعمل شيء بس ما كنت عارفه شو، حتى ما كنت عم فكر بالفن، كنت اول شيء كان همي انه نساعد اول فتره. بعدين لما رأيت الامور شوي قلت يلا صار لازم اني اعمل شيء لعبر عن وجعي ووجع الناس كمان. فشفت هالازاز مكسر، كان هون بيتي كله دمار، يعني جبت الدمار اللي بالشارع كله على البيت، وكمان انا بيتي تأذى بس من الجهه الثانيه كل الازاز كمان اتكسر، فصار الدمار هون عندي بالبيت ومش عارفه شو بدي اعمل. فجاه بتطلع بالتمثال اللي كان هو بس باز، يعني بقول بيروت هي امراه وهي هلا مدمره بس نحن لازم بيروت لازم ترجع تقوم من تحت الردم، فلازم حط هالقزاز والدمار والحديد وكله المكسر اللي صار عندي لازم ارجع فوتهم بهالتمثال. وهيدا يلي صار، كانت بنفس الوقت عم نساعد، يعني نرمي محلات بيوت سيارات ناس نساعدهم، يعني هيدا كان كل شغلي من الصبح لشي الساعة 5-6. بعدها من 6 للساعة 12 اوقات 2 الصبح قعد اشتغل على هيدا التمثال، اخذني كتير وقت، كان كتير صعب، جروحوا ايدي، فاتت نسرة من الازاز بعيوني، كفيزيكلي جسديا كان كتير مرهق، خصوصا انه كان بنص الصيف كل نهار عم نروح نفوت على البيوت والمحلات وعم نشوف مأساة كتير قوية، يعني كان نفسيا جسديا كلياتنا مدمرين وما عم نستوعب شو يلي صار. وبعدين انا وعم بعمله وصلت لمرحلة كانت انا حانهار، يعني وصلت لمرحلة أنا ما عاد قادرة أكمله.
خصوصا وقتها كنت عم بعمل الوجه والايدين، ساعه اشطب الوجه اكثر، ارجع اقول لا بيروت حلوه ما فيني شوهها هالقد، ارجع شيل، ارجع اقول بس الناس هيدي بتمثل الناس يلي تجلوحوا يلي تأذوا عيونهم وجهن يعني تكرسحوا، ما فيني كمان اعملها بس انه مرة وجهها حلو. فكان يعني شوح او اجرح الوجه بس بنفس الوقت بدي اياه يطلع حلو، بدي اياها تكون مدمره بس بنفس الوقت بدي اياها تبين انها حلوه وانيقه. يعني مثل ما بتشوفي الفستان اللي هو معمول كمان من 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 حديد مكسر وهيك، رغم انه هو انه زباله دمار اذا بدك، بس رغم هيك له ستايل، يعني رغم انه مبين مخزق كان من تحت بس خليت له هيك ستايل اوف اليجنس، لانه هيدي هي بيروت. بيروت معروفه مدينه كثير حلوه، وكم مره تدمرت بيروت ورجعت كل مره بترجع، بترجع بتوقف بترجع بتقوم من تحت الدمار. ف يعني حاولت هيدا حتى الايد كيف كان بدي اعملها، كان في كثير مثل عم بتخبط مع حالي انا وعم بعملها، كانت كثير كثير صعبه. وحتى اذا بتطلعي نصها يلي هو مطرح الساعه يلي انا كمان لقيتها انا وبالشارع عم نقيم الدمار، لقيت ساعه مكسوره واقعه على الارض وواقفه على الساعه 6:07، فاخذتها معي للساعه حطيتها من تحت. اول شيء حطيت تحت شرشف احمر يلي هو بيعبر عن الدم يلي انهدر او اللي راح من وراء الانفجار والناس اللي خسرناهم، ان كان اللي ماتوا ولا اللي تجرحوا. والساعة المكسرة اللي واقفة، لأنه بالفعل كأنه وقف الزمن على الساعة 6:07 وقت الانفجار. وإذا بتشوفي مطرح الساعة، إجرى واقفة، إيدها مثل مستسلمة مش قادرة تعلي إيدها، بتطلعي بتطلعي لفوق بتلاقي الجرح بوجهها والشعر الطاير. هيدا الجزء النص هو الانفجار، بعده ما خلص، بعده عم يصير فينا، بعدنا ما تخطيناه، بعدنا عم نعيش هيدي الحاله. اما الجزء الثاني النص الثاني بتلاقي اجرى هيك مطعوجه كانها بلشت بدها تمشي، وجهها عم يتطلع للمستقبل، وايدها مرفوعه حامله شعله. اول شيء كانت حامله مرايه مكسوره، بعدين حملت الشعله، بعدين حملت العلم اللبناني، بعدين الطبيعة كمان شاركت بهالمجسم، طيرت العلم، بقيت القصبة بينت كأنها حاملة سيف بدها ترجع تاخد حقها بيروت. لم يكن هذا التمثال هو الأول لحياة، ولكن أيضا سبقه تمثال طائر الفنيق الذي صنع من خيام المتظاهرين. يعني أنا رسمت هاي بدي أعمل منها ستاتشيو بهول المكسرين بالحديد تبع الخيام المكسرة، جيت لوحدة بدي أعملها، ليكو قديش صار في العالم كل قاعد عم يساعد، واحد الله أحلى شعب بالعالم. طائر الفينيك عملته من الخيام اللي تكسرت، خيام الثوار تكسرت كرمال أنه نسكت، ما يكون عنا حرية لنقدر نعبر عن رأينا أو ثورتنا ومطالبنا. فهون كان في مثل قمع للحرية، فحبيت أني أرجع من هالدمار، من هالتكسير تبع الخيام، أرجع أعمل طائر الفينيق اللي هو كل ما يتدمر بيرجع بيخلق من جديد، بيرجع بيطير نحو الحرية. فهيدي كان بدي أعملها كستيتمنت، وكمان لأعطي موتيفيشن لشجع الناس ليدل عنا أمل أنه ما تحبط ونحن بنرجع منعمر، لأنه نحن هيدي سياستنا، هيدي مبادئنا، نحن بنحب نعمر ما بنحب ندمر. فهيدي كانت تعبير عن حرية الرأي والأمل والقوة والمثابرة. فهيدا بيعبر عنه طائر الفينيق وعدة أعمال. الحرية كتير مهمة إنه ما تنقمع، إنه يدل فينا نوصل صوتنا أو على القليلة إنه نعبر عن رأينا. والفن هو أكثر وسيلة سلمية أو سلاح سلمي بيقدر يعبر ويوصل صوتنا لكل أنحاء العالم. وهيدا يلي صار، وصلت مبادئنا ومطالبنا وأحلامنا من خلال هالأعمال الفنية. أهم شيء إنكم توجدوا نفسكم، تتعرفوا على أنتم مين، تعرفوا أنتم شو حلمكم،
انتو شو خلقتوا، شو الشيء اللي خلقتوا كرمال انكم تحققوه او تعملوه؟ مش ضروري يكون حلم كبير بخوف، فيه يكون اي شيء، المهم انه يكون بيوصلكم للسعاده وللسلام الداخلي مع نفسكم. فعرفوا حالكم، عيشوا الحياه اللي انتو بتتمنوا انكم تعيشوها، لانه بالنهايه اكبر واطول علاقه مع أي كان شخص بالعالم حتكونوا أنتوا عم بتعيشوا معه هو أنتوا، هو حالكن. هيدي أهم علاقة، عيشوا حياتكن، حققوا ذاتكن، كسروا القيود يلي بتوقفكن من تحقيق أحلامكن، وعيشوا بحرية، بحرية التعبير عن أحلامكن وأرائكن، وعيشوا.